شفتوا اليوم الورشه اللي كانت اليوم اللي كترأس السيد عامر صاحب الجلاله على 2015. هذا اليوم التحسيسي التربوي لفائده مدرسه التلاميذ مدرسه معاويه. من خلال هذه الانشطه هذه اللي قمنا بها اليوم كنوجهوا التحيه الى كل من ساهم من بعد ومن الاقارب في انجاح هذه التظاهره، وعلى راسهم من الاخوان ديال الدرك الملكي اللي قاموا بواحد المجهود كبير في تحسيس التوعيه اليوم معنا، وبتنشيط الحلبة الطرقية المصغرة بجميع الوسائل اللوجستيكية ديالهم. وشابو للكولونيل الأستاذ القادري وسي كوموندون سي هشام اللي بحقة كيبذلوا واحد المجهود كبير في إقليم خميساز من أجل استجباب الأمن والسكينة. برافو برافو على الإخوان ديال الدرك الملكي.